اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد، فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم، نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة، فانفلقت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين. حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين، فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون، فما من صلب ضامة إلا وتمت عليه من الله النعمة. صلى الله عليه. فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه، وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت، وخصصت به من خصصت. صلى الله عليه. فكان مستقره في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة، حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر، ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر. صلى الله عليه. فتعلقت همة الراكم لهذه الحروف بأن يرقم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف. صلى الله عليه. وإن كانت الألسن لا تفي بعشر معشار أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين. صلى الله عليه. وإلا فأنا تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام، ولكن أزني إلى تدوين ما حفظته من سير أشرف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين. صلى الله عليه. وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين، داعي تعلق بهذه الحضرة الكريمة ولاعج التشوق إلى سماع أوصافها العظيمة، ولعل الله يرفع به المتكلم والسامع، ولعل الله يرفع به المتكلم والسامع، ولعل الله يرفع به المتكلم والسامع. فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان في روح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد آن للقلم أن يخط ما حركته فيه الأنامل
مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل صلى الله عليه. شمائله التي هي أحسن الشمائل وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار صلى الله عليه. يتشرف بكتابته القلم والقرطاس وتتنزه في حدائقه الأسماع والأبصار وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه الصورة فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم صلى الله عليه. وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره صلى الله عليه. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث صلى الله عليه. وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية صلى الله عليه. فاستودعت هذا النور المبين أصلاب وبطون من شرفته من العالمين فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم عليه السلام حتى أوصلت يد العلم القديم إلى من خصصت بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فضمت أحشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الذرة وصونها حملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو من ولما ولا عللا حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصميم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا أهل بيت النبي يا أهل
الصفا والمناجاة بقيت من حبكم يظفر بما قد تمنى في رضا ربي أمشي في صباحا وممسا المقاصد وما كان يرجى كل من حبكم يهنى بالشفاعة من المختار في يوم القيامة يورد الخاد ما يسقي دائم الوقت محلا ما خلق ربنا ذا الكون لولا يعتكف في مصلى وألف صلوا على من حبه الله وسمى من علم علما وأسمى سيد الرسول مقبول الدعاء عند مولاه الأنبياء يقولون نفسي نفسي وحبيبنا محمد يقول أنى لها أنى لها